كتير القمصان الجميلة اللي لبستها فرق في تاريخ الكورة، وكتير منها اللي ليه قصص تاريخية وراه. لكن لو ذكرت جملة قميص غريب، فأكيد أول حاجة هتيجي في بالك هي قميص الكاميرون في بداية الألفية الجديدة. في كرة القدم صراعات، لاعبون على أرض الملعب، وفي الكواليس مصالح ونفوذ بتتسابق لنيل المكاسب الأكبر من كل تفصيلة. في بداية الألفية كنا على موعد مع صراع من نوع خاص، موطن إفريقيا ومن بطولة الكاميرون، جيل تاريخي بقيادة صامويل إيتو وباتريك موبوما وريجوبير سونغ، جيل حقق كل حاجة سواء قرياً أو حتى عالمياً بميدالية أولمبية تاريخية لإفريقيا في كرة القدم. وخارج الملعب كان في مكاسب أخرى وبطرق تانية. سنة 2002 راحت الكاميرون لبطولة إفريقيا في مالي كحامل اللقب بعد بطولة حصلوا عليها سنة 2000 بجيل خارق ثم ذهبية في أولمبياد سيدني. شركة بوما المنتجة لقمصان الكاميرون وبابتكار جديد قدروا يوثقوا قميصهم في تاريخ كرة القدم. بوما لاحظت اضطرار لاعبي الكاميرون دايماً لرفع أكمام قمصانهم أثناء التدريبات بسبب الحر، ومن هنا جت الفكرة. هو في قانون بيمنع أن قمصان لاعب الكورة تبقى كت؟ لا خلاص، هنعمل قميص الكاميرون الجديد بدون أكمام. وفي أمم إفريقيا 2002 تفاجأ العالم بأسود الكاميرون بيلعبوا مبارياتهم بقمصان بدون أكمام. قميص دخل التاريخ لما فازت الكاميرون باللقب الإفريقي الرابع. قمصان الكاميرون ما دخلتش التاريخ بتحقيق البطولة فقط، لكن كمان بمبيعات تاريخية حوالين العالم لقميص بقى الأشهر في العالم. فيفا بتراقب من بعيد ومكتفية بالسكوت، لكن في مونديال كوريا واليابان بدأ الكلام. الكاميرون هتلعب البطولة بنفس القميص؟ لا، فيفا رفضت بشكل قاطع، وكانت الحجة منتخبات كأس العالم لازم تحط شعار البطولة على أكتاف اللاعبين. هتحطوها إزاي على قمصان ما فيهاش أكمام؟ الكاميرون وبوما انصاعوا لقرار فيفا وزودوا أكمام سودة لقمصانهم في البطولة، لكن يبدو إن قوة الأسود كانت بتكمن في قمصانهم، أو بالأخص في قوتهم العضلية الواضحة لخصومهم في قمصان منزوعة الأكمام. فكان الخروج المبكر من المجموعات لمنتخب الكاميرون المرشح للوصول بعيداً في البطولة. والصراع هنا ما انتهاش، لكن لسه في فصول تانية أقوى وأطراف تانية هتتدخل. فيفا ظنت إن خلاص الكاميرون انصاعت لقراراتها، والقمصان الغريبة كانت صفحة وانطوت، لحد ما جت أمم إفريقيا 2004 في تونس. الكاميرون دخلت البطولة بزي فيه أكمام فعلاً، لكن من قطعة واحدة ومجسم عشان يظهر قوة لاعبيها الجسمانية. هنا ستيف بلاتر غضب بشدة، هدد بعقوبات قاسية على الكاميرون ومنحهم فرصة لخوض دور المجموعات فقط بالقمصان دي، ومن الدور التالي يكونوا حضروا الزي الجديد. بلاتر قال اللي بيحصل ضد قانون اللعبة، بنلعب بقميص واحد، سروال واحد، وجورب واحد، احنا حماة قوانين اللعبة. والكاميرون فعلا تخطت دور المجموعات وكانوا على موعد مع مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، مباراة خاضوها برضو بنفس القميص من قطعة واحدة وخسروا من نيجيريا وودعوا البطولة. بلاتر جن جنونه وعاقب الكاميرون بغرامة 154 ألف دولار، ومش ده المهم، لكن كمان بخصم 6 نقاط من رصيدهم في تصفيات كأس العالم 2006، عقوبة كانت معناها الابتعاد حتمياً عن المنافسة على التأهل في مجموعة بتضم مصر وكوت ديفوار. بوما والكاميرون ما سكتوش طبعاً، رفعوا دعوة قضائية ضد الفيفا متهمينهم بالتحيز، والتهمة أديداس منافستنا عالمياً هي الراعي لفيفا من سنين، وده سبب غضبهم الحقيقي من ابتكاراتنا في أزياء الكاميرون. بوما قالت في بيان قمصان الكاميرون تم عرضها على الكاف وعلى فيفا قبل البطولة، مش ذنبنا ان جيروم تشامبين ما ورهاش لبلاتر. القضاء انصف الكاميرون وتشالت عقوبة خصم النقاط فعلا، لكن دي كانت نهاية حقبة القمصان الغريبة للكاميرون ولأي حد يفكر في ابتكارات من النوع ده تاني. الفيفا
غيرت قوانينها وخلتها أكثر وضوحاً. ممنوع ارتداء قمصان بدون أكمام، قمصان الفرق بتكون من قميص وسروال وجورب. الكاميرون خاضت التصفيات بدون خصم نقاط، وكانت قريبة جداً من التأهل لكأس العالم عنداً في فيفا. لكن رأسية محمد شوقي وعرضة الحضري كان ليهم رأي تاني وحسموا البطاقة لكوت ديفوار.